لسه مع النادي الاهلي محمد الشناوي من اسبوع بالظبط قلت لحضراتكم ان محمد الشناوي رفض عرض ومحمد الشناوي مع النادي الاهلي رفضوا عرض خليجي مغري جدا للشناوي كمان تحديدا طبعا للاهلي كان هيبقى مغري ايضا اعاره ست شهور محمد الشناوي في الاعاره دي كان هياخد ما يوازي بالمصري 60 مليون جنيه في ست شهور والنادي الاهلي غالبا كان هياخد رقم مشابه والنادي الاهلي رفض العرض محمد الشناوي تقبل هذا الامر النهارده النادي الاهلي تحدث عن عرضين رفضهم محمد الشناوي من النصر السعودي ومن ويجن الانجليزي وده وي زي ما قلت لحضراتكم اللي كنا اتفرضنا بيه في رقم عشرة من اسبوع محمد الشناوي بالمناسبه كان رفض عرضين كمان الموسم اللي فات عرضين مهمين جدا وبارقام كبيره مع النادي الاهلي يعني هو رفض العروض رغبة من النادي الاهلي بالابقاء عليه الجديد كمان او الجديد القديم يعني ان محمد الشناوي من ثلاث مواسم كان عرضه عرض بضعف الرقم اللي بياخده في النادي الاهلي من نادي بيراميدز وايضا قرر البقاء مع النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي قرر الابقاء على محمد الشناوي وتكريم محمد الشناوي بالبيان النهارده او بالكلام اللي اتقال النهارده محمد الشناوي تمسك بالنادي الاهلي في كل المواقف وقلت لحضراتكم الاسبوع الماضي ان محمد الشناوي ينتظر تعديل في التعاقد بعد كاس العالم للانديه عشان او تقديرا لاحترامه وحبه للنادي الاهلي واخلاصه للتيشيرت اللي بيلعب بيه نوعيه زي محمد الشناوي نوعيه نادره من الاخر يعني مفيش لعيبه كده وعشان برضه ابقى امين في كلامي اللي ما بيعملش كده ده مش لعيب وحش ما هو برضه بيبص على مصلحته بيبص على مصلحته وحياته ومستقبله وخلافه ده مش لعيب وحش عشان بس ما قلتش الشناوي لعيب عظيم فالباقي يبقى مش كويسين لا مش هغير كلامي اللاعب اللي بيبص على مصلحته حقك حقك تماما بس اللاعب اللي زي محمد الشناوي بقى هو اللي بيكمل بقى اللي بيكمل بعد الكوره و... وناس تفضل تحبه للأبد والناس تفضل تعشقه والناس تفضل تسنده والناس تفضل تشجعه وبياخد مناصب وتلاقي الناس دايما طول الوقت بتكرمه النوعيه اللي زي محمد الشناوي يعني مش بيبقى باص تحت رجليه اللي بيبص تحت رجليه بياخد دلوقتي اللي هو عايزه بس المستقبل ما بيبقاش معاه قوي قوي محمد الشناوي او النوعيه اللي زي محمد الشناوي بيفضل اسمهم خالد في تاريخ انديتهم دائما وابدا يعني